منذ أن بدأ النيل يشق طريقه في الأرض شمالا، شكل معه حياة كل الساكنين على ضفتيه. وكما هو النيل قوي بعنفوانه، يجري بقوة ويشق الأرض بالرمال، نحو الشمال كذلك كان سكانه. لقد علمهم وغذاهم، صاروا ملوكا، نحتوا الأرض. والصخور وتركوا آثارهم مع النيل منذ آلاف السنين. والأسف الكان مدينة فرح الناس الحزينة، والأسف الكان مدينة تهدم الريد الحزين. خلي بالي إيدي وقت أسار، خلي بالي لإيدي. أهلا بكم من جديد. نحن لسه بنتواصل في مسيرتنا مع النيل، النيل اللي بيعتبر أطول نهر ذاكرة وقوة وتحدي للصعاب. النيل في مسيرته وهو ماشي كأنه بيسلم في معزوفة أو كلمة سر، وهو ماشي وشايل معه كل تفاصيل الحياة على ضفتينه، من مكان لمكان، من مدينة لمدينة، من شلال لشلال. الغريبة إنه النيل شايل معه كل تفاصيل الحياة اللي على الضفتين، كل السحنان. نحن في أسوان، تعالوا نشوف الليلة الحاصل شنو من تفاصيل الحياة على النيل في أسوان. لسه بتواصل في أسوان. نحن هنا في متحف النوبة. متحف النوبة بيحكي عن تاريخ نوبي قديم بيربط أكيد بين سكان وادي النيل. رأيكم شنو نمشي نعمل جولة في المتحف؟ سوق الجمعة واحد من السلوكيات المنتشرة والثابتة عند كل سكان النيل. سوق الجمعة في أسوان زيه وزي سوق الجمعة في خرطوم، زيه وزي سوق الجمعة في كل مكان بجبال النيل. تعالوا نشوف سوق الجمعة في أسوان.
متواصلين معكم في أسوان ولسه في جولتنا مع النيل ومع أسلوب حياة الناس. أظن أن النيل فرضوا على الناس أن النيل هو اللي خلى حياة الناس تكون بأسلوب واحد. اللي بلاحظ في الصورة واللي بلاحظ في الشارع بيكتشف أنه الناس على النيل كل حياتهم واحدة. الحياة في أسوان أشبه بالحياة في السودان. شارع السودانية في أسوان واحد من الشوارع اللي بيتوضح أنه هم شعب واحد. تعالوا نشوف الحاصل شو. سوق السودانيين بيعتبر واحد من الشوارع المميزة في أسوان، وهو بيعبر عن التواجد وعن الروح السودانية النوبية الموجودة في أسوان. كل المنتجات الموجودة في السوق عبارة عن منتجات سودانية، ومعظمها هي منتجات غابية أيضا. والمتجول في شارع السودان في أسوان بيكتشف أنه هو بيتجول داخل شارع سوداني في سوق سوداني. الموسيقى السودانية واحدة من أهم الأدوات اللي بتوصل كل الثقافة السودانية في أسوان وفي منطقة النوبة بالتحديد. والموسيقى السودانية هي واحدة من الحاجات الجاذبة واللي بتجمع كل قلوب الأسوانيين على حب الموسيقى السودانية. محمود عبد العزيز واحدة من التجارب، واحدة من الشخصيات، واحدة من الرموز الفنية العظيمة جدا في أسوان. أنت بتحب محمود؟ بحب محمود جدا 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 جدا. تحبه قد إيه يعني؟ الحوت موجود، الحوت موجود. بحبه حب ما حباه زول مشى. ودايما أنت بتشغله على التاكسي ولا؟ طوالي شغال في التاكسي، الحوت موجود. هسي حود موجود في أسوان، حتى لو ركب معك واحد كده في أي مكان لازم حود موجود. هو أغنية دي ما 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 بفصلها من التاكسي. دائما أنت بتشغلها؟ دائما أغاني الحود في التاكسي. ولا للسودانيين بس؟ لا لا، لأي زول سوداني مصري أجنبي أي زول. محمود ده يعني رمز كده عندنا، يعني ما عارف اوصف لك حبه لينا قد شنو. مين من من الشباب هنا بيغني له؟ مين هنا عندنا من الشباب؟ فنان اسمه حمو اسماعيل. حمو اسماعيل من اسوان هنا؟ من اسوان هنا. ده بيغني لمحمود من مدينه قسطل. هاي في الافراح وكذا؟ في الافراح والحفلات كل حاجه. دايما ما بيغني غير لمحمود، فنان محمود عليه رحمه الله. Thank you.
لما رديك كنت عارفك زيني غيمة قاربة من اسمي محمد اسماعيل جعفر، الشهرة أو الاسم الفني هنا حمو اسماعيل، من قرية قسطل نصر النوبة. من الصغر يعني احنا من انا وصغير كنت حابب المزيكا والمزيكا والأغاني السودانية والفنانين السودانيين، وطبعا على رأسهم الحوت الله يرحمه عليه رحمة الله محمود عبد العزيز. الموضوع ابتدى، الموهبة ابتدت تتطور معي في الدراسة، وبدأنا أثناء الدراسة يعني مشوارنا الفني. الفن السوداني عموما طبعا احنا السودان احنا كنوبيين أقرب ناس لينا يعني، فتشابه الطباع والعادات والتقاليد والأمور دي كلها تربطنا ببعض نفس ال، فمن هنا يعني جل التفاهم ومحبتنا للفن السوداني اللي عجبني في أغاني محمود. طبعا محمود كان بيتميز إن هو متنوع جدا، وغنى الغنى بجميع ألحانه يعني، في اللحن السوداني واللحن النوبي، وألحانه متنوعة جدا وكلمات جميلة وبسيطة مفهومة، مش كلمات بسيطة ومفهومة جدا يعني، وتدخل القلب بسرعة يعني. بس من أعماله طبعا كتير كتير وكتير يعني، الأغاني زمن الخاين، زمن الخاين ما لقيت له شهور، ظلمات باين جافيتو، زمن الخاين ما لقيت له شهور، ظلمات باين جافيتو، زمن الخاين ما لقيت له شهور، ظلمات باين يا ألي فصيت كيف عيون انصات جافيتك زمن الخاين، يا ألي فصيت كيف عيون انصات جافيتك زمن الخاين، وانت ليه يا جميل عننا كروصال جافيتنا، زمن الخاين كل يوم يا جميل ليك بالمرصاد، كل يوم يا جميل ليك بالمرصاد، كل يوم يا جميل ليك بالمرصاد، وادعي ما حمد والشراك ما صاد جافيتنا، زمن الخاين ما لقيت لشور، ظلمك باين جافيتك، زمن الخاين وترى الأسية كنت شايفك زيني. والمديول في الشارع دائما وهو ماشي بيلقى إنه الأسوانيين أو كل النوبة بيحبوا الفنان الحوت محمود عبد العزيز، محمود الغيمة الإنسانية الفنية. كل الشارع كان عبارة عن محمود عبد العزيز، كان حوادة، كان بيعبر عن الحوت. تجري في أحلام العيون العايشة جنبك ما شبيها، وعلى ظهر النيل برضو، ظهر النيل الجشايل الثقافة والحضارة وكل الحياة للناس على ضفتينه، بتلقى الناس برضو في النيل وهي بتسمع في محمود عبد العزيز في جولاتهم في استراحتهم في ترفيهم، وعلى النيل بتلقى الحوت موجود.
لما ردتك كان عمر قصتنا ساعة. وحتى بعد أن تغيب الشمس لا ينسى الأسوانيين الحوت، لا ينسى الأسوانيين أغنيات محمود عبد العزيز، لا ينسى الأسوانيين أن محمود عبد العزيز معهم ليلا ونهارا في كل أوقاتهم في مسيرهم على النيل على الطرقات في الشوارع، وحتى حينما يبتدئون حياة جديدة في أفراحهم في مناسبات زواجهم يكون الحوت موجود. بنتحمل وراء بعيد